عماد طمني عامله ايه؟ الحمد لله بقت كويسه. بجد كويسه؟ ما تقلقيش يا شمس، الحاله دي جات لها كتير لما اعصابها بتتوتر. احنا لسه امبارح كنا بنتفرج على فيلم اكشن وجات لها الحاله دي، بس الحمد لله لحقتها. امبارح حصل لها كده برضه؟ ايوه. طب الحمد لله، يعني مش انا السبب. الحمد لله. لا طبعا مش انت السبب. هو في حاجة يا شمس؟ ماما كانت جاية هنا ليه؟ شمس بقولك ماما كانت هنا ليه؟ يعني لو سمحت حضرتك ممكن تتكلم بهدوء شوية؟ ممكن حضرتك ما تتدخلش بيني وبينها؟ أنا مش بتدخل في حياة حد. أنا كل اللي بطلبه منك إنك تتكلم مع بنت عمتي بطريقة هادية شوية. في إيه يا حميد؟ انت مش لسه قايل ان بيحصل لها كتير كده الفتره دي، ولسه امبارح حصل لها كده وهي بتتفرج على فيلم؟ ايوه لسه قايل، بس اكيد اتنفستوا على بعض واتخانقتوا زي زمان. والله يا استاذ عماد شمس ما غلطت في والدتك خالص. بص يا عماد، انا كرامه ابويا الله يرحمه فوق الكل. والدتك كانت هنا واهانت ابويا، ما رأيتش حرمه موته ولا افتكرت معاملته الحلوه ليه. ماما عمرها ما غلطت في أنك النور، طول عمرها بتحترمه وبتقدره، وأنا أشك إنها تكون اتكلمت عنه وحش. أنت برضه بتكذبني؟ اسأل هشام، اسأله. بصراحة والدة حضرتك اتكلمت عن والد شمس بطريقة مهينة شوية. كذبه هو كمان؟ ما تكذبه، كذب الراجل اللي شال والدتك وأصر إنه يكلمك وإنك تيجي عشان تطمن عليها. أنا متشكر جدا على اللي عملته مع ماما. واضح إنك إنسان محترم وراقي، وكنت أتمنى إننا نتعرف في ظروف أحسن من كده. لا أبدا، مش شكرا على وجهك. أنا سعيد بمعرفتك. أنا آسف، أنا مضطر آخد ماما وأمشي. على فكرة لو حابب إنها تبات هنا البيت بيتها طبعا. طيب. لا لا لا، انا اعتقد انها تفضل انها تروح. الحمد لله انها عدت على خير. الحمد لله. الحمد لله. خلاص يا شمس، خلاص تعبت قوي. ماشي. الحمد لله على سلامتك. لو حابب انها تبيت البيت بيتها. لو لا يا باشا واحنا نخرج هنا. اه استنى شلت لك اسكت. انا بس لو قابل الامين ده بعيد عن الاسم اللي هو متحامي فيه كنت عرفته مقامه. ام رمضان احنا جايين نحل المشكل، مش جايين نتخانق مع ذباب وشنا. استهدى بالله وادع الفصيح يتكلم. تكلم يا فصيح. السلام عليكم. صباح الفل، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك يا استاذنا؟ كنافه. شكرا. كنا عايزين من حضرتك خدمه صغيره. امورنا يا باشا. حضرتك الاخ رمضان سحبوا منا عربيه الكبده اللي هو واولاده الصغننين بياكلوا منها ماما، فبالله عليك عايزين نرجعها له كامله متكامله، ما تكونش كده غيار. هي اتاخدت ليه ومعوش انا صحيه؟ معايا يا باشا والله، بس نعمل ايه بقى؟ اتاخدت مني ظلم وافتراء، من الامين سيد يعني ما بيقبضش مني زي باقي المنطقه. هو الموضوع مع الامين سيد؟ اه يا باشا. طب استنوني انا خمسه وراجع لكم. ماشي يا باشا اتفضل. يا نصر جرأة. يلا بينا نجلس، اتفضل اجلس. قال لك استنونا نستنى، احنا اصحاب حق. شفت يالا؟ قلت له كلمتين بس كده ظبطت الدنيا فضل من الله. الصدق هذا يا يحيى تنفع وكيل نيابه؟ في وكيل نيابه اتقال له هذا يا يحيى. يا عم رمضان في احد طلع نار من ايدك؟ خلاص استهدى بالله. قال لك خلاص يعني بعون الله 10 دقايق عربيه الكبده تبقى معاك وتعزمنا على احلى سندوتش كبه. اه بس انا عايز حقي نص شريط يا عم رمضان. بس شريط ايه؟ وهات السيجاره دي. اخرس بقى، اخرس بشعرك اللي انت جاي لنا بيه ده. بلاش يا عم رمضان، هنطلع يا عم، ما تزعلش نفسك يا عم. انت وهو يا عم انت مالك بينا؟ احنا مش جايين لك انت. حلوه دي، مالي بيك؟ انت اللي جاي لي برجليك.
في السوق. احنا مش جايين لحضرتك، احنا مخاصمينك، احنا جايين للشاويش، وقال نستناه هنا خمس دقائق. لا يا حبيبي هو مش جاي، وانا ضايفكم بمعرفتي. طب ليمون بعد اذنك. في السوق. طلع لي فيكم هنا. انا معيش غير الكنافه. اخلص خالص. لا يا باشا انت عمال تزعق ليه من ساعه ما شفتنا؟ الحوار كله مش مستاهل. اخلص خالص. طب بقول لك ايه؟ اديني سجاره. بس يلا. على فكره حضرتك انا دارس حقوق، واللي بيحصل ده غير قانوني بالبته. غير قانوني بالبته؟ بالبته. هحبسك قانوني بالبته. قول والله. شاويش. خدوا معايا الحجز. بدومتين ان شاء الله. الاستحواذ على كنافه بالقشطه؟ لا يا اخويا لسه ما كررتش. بس احنا ما عملناش حاجه. هو انت فاكر لما تكتب في دي مع الحكومه على سور الاسم ما عملتش حاجه؟ والكتابه دي ام اللي كاتباها يعني؟ انت بتدبسنا في قضيه حضرتك؟ اخرس. خد المشاويش. بقول لك ايه يا باشا، انا ما بتحبسش، انا ما بتحبسش اقل من نص شريط انا. لا يا حبيبي حبيبك عشان خالص شهرك ده. انت بتغاظ مني بقى؟ ها امشي يلا. طب سوار احرار وهنكمل المشوار. كملوا في الحجز يا اخويا المشوار بتاعك. يلا على الحجز. يلا يلا يا باشا. خدهم يا ابني. الحجز مكيف. يلا يا باشا. مكيف يا حبيبي. يلا انا هروح بقى، ما تقلقش انا هحترمك. او شعرك حبس. ثانيه واحده بس، هو حضرتك حرامي ولا مخبر؟ حرامي. في حاجه؟ الحجز منين معلش؟ يا سلام. بس كده تعرفي يا بنت انت ان انت وحشتيني قوي، رغم انها بصراحه استريحت. والله استريحت من الاغاني اللي انت ما كنتيش بتنايميني غير عليها دي. لا بس فعلا وحشنا ايام ما كنا قاعدين في اوضه واحده سوا. مالك بيجي حاجه؟ يا ريت كان فيا انا، كنتش هبقى خايفه قوي كده. امال في مين خضتيني؟ تيتا شكلها تعبان قوي يا سلمى، ومن كام يوم بصراحه دخلت ووقعت. نهار ابيض، انت ما قلتليش الكلام ده قبل كده ليه؟ ما هي حلفتني ما اقولش لحد، وانا بصراحه افتكرت مجرد ضغطها اللي بيها لو بيوتها ده، ما انت عارفه لحد ما امبارح وهي ماشيه وقعت منها ورق. ببص فيها لقيتها روشته الدكتور مكتوب فيها زي اشعاعات وتحاليل وحاجات من ديت. تيتا فين دلوقتي؟ ما اعرفش، بس انا حاسه انها راحت للدكتور. احنا لازم نشوف طريقه نقرا بيها التحاليل دي، عشان لو بعد الشر الف بعد الشر يعني الموضوع طلع كبير، لازم نتكلم مع تيتا ونخليها تستريح شويه وتسيب الشغل. ايوه يا سلمى، بس انا خايفه شمس تستغنى عنها، وقتها مش هيبقى لنا مصدر دخل. لا لا شمس ما تعملش كده. طيب بصي، احنا مبدئيا بس عايزاكي اول ما تيتا تيجي اشغليها باي حوار من حواراتك، وانا هقرا التحاليل واشوف الدنيا فيها ايه، ولو كان على شمس ما تقلقيش انا هعرف اتكلم معاها. يا رب يبقى الموضوع بسيط، احنا ملناش غيرها. ان شاء الله خير ما تقلقيش. سلام، وازمني على كوبايه الشاي كمان. ايه الهلل اللي انا فيه؟ لا وهتوضع على اشرب كوبايتي معاك كمان. كمان تنور يا عم. كريم هو ايه اخبار مريم؟ مريم كويس الحمد لله. ايوه يعني بتتكلموا وبتشوفها؟ بشوفها وبنتكلم. اه كريم، هو انت بتحبها بجد؟ ايه السؤال ده؟ مش فاهم. اكيد بحبها بجد. لا يعني بتحبها وهتخطبها بعد كده تتجوزها؟ لا طبعا بحبها واخطبها لواحد صاحبي، هما يتجوزوا وبروح احضر فرح بتاعهم. طب كريم، هو انت شفت كام بنت عشان تقرر ان خلاص دي الانسانه اللي هتكمل معاها بقيه حياتها؟ وانت جايبه لي عروس تانيه او حاجه؟ على فكره انا مش بهزر، انا اختك وبتكلم في مصلحتك. يعني انت دلوقتي في جامعه وبتشوف بنات اشكال والوان، لو ما كنتش عارف انت بتحب مريم عشان هي اللي قدامك دلوقتي ولا عشان بتحبها بجد، يبقى انت في مشكله. ما اعرفش يعني، بس كل اللي عايزك تبقي متاكده منه ان انا بحب مريم بجد. طب على فكره مريم كمان لازم تسال نفسها السؤال ده، هو مش غلط ان اتنين جيران يحبوا بعض، بس الاهم ان الحب ده يعيش. سلام يا اختي، حته افلام عربي ابيض واسود دي على ابوه. عارفه بنت ايه؟ ساعات بحس ان انت اختي الكبيره مش انا الكبير. طب ما على فكره انا اختك الكبيره، بس انت اللي اتسربعت ونزلت من بطن ماما. لا والنبي يا اختي. طب يلا خد الشاي بتاعك وطلعي بره. ايوه يلا بنت بره. اشرب لوحدي يا حبيبي. يمين يمين. بقى نزل بدري. زي ما فهمت بقى، كلميها في اي حوارها لما تيجي. طيب ماشي، هكلمها في موضوع يحيى ولا المدرسه ولا اي حاجه. ماشي. بس انت انجزي عشان لو جت وشافتك هتقفشنا وهتبقى مصيبه. طيب ماشي، بس عطليها شويه عشان ما تجيش تلاقيني بقرا. ها عشان عارفاكي ذكاء بيخر منك.
انت ما قلتليش ليه؟ مش انت لو كنتي قلتيلي انا كنت اتصرفت. ما انا ما اعرفش يا سلمى. ما تعرفيش ايه؟ واحده اغمى عليها. ما تعرفيش تيجي تقولي لي؟ طب ما هي محلفاني يا سلمى وانا حامل من دماغي يعني. انت صغيره يا مريم، صغيره وما تعرفيش تحملي مسؤوليه وتفضلي كده. صغيره صغيره. خليكي خليكي، هاتي اتاخرت. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم يا ربي. تفتكري الموضوع هيطلع بسيط ولا؟ اسكتي بقى عشان مش طايقاكي اصلا. مساء الخير يا حبايبي. الحمد لله على السلامة يا تيتا. الله يسلمك يا بنتي. طمنوني يا ولاد، ايه اخبار نازلي هانم؟ لا الحمد لله، الدكتور قال انها بقت احسن. الحمد لله. تيتا انا كنت عايزه اتكلم معاكي في كلمتين. عين تيتا، قولي يا حبيبتي عايزه ايه؟ لا ما لوحدينا بقى. لازم يعني لوحدينا؟ ماشي يا ست مريم تعالي. امال فين يحيى يا ولاد؟ لا لسه ما جاش. طيب تعالي يا مريم. عايزه ايه بالظبط؟ لازم يعني مثل انا اقنعتها تدخل تنام. ها طمنيني التحاليل فيها ايه؟ ما تقولي تيتا عندها فشل كلوي. لهوي فشل كلوي؟ بنتي يا سلمى انت متاكده من الكلام دوت ولا نجيب حد يقرا التحاليل؟ يا ستي متاكده، اي حد هيقرا هيفهم الكلام ده. استغفر الله العظيم يا رب. تيتا لو عملت غسيل كلى دلوقتي هتتعب قوي. طب هو يعني ما ينفعش ان حد ينقلها كلى؟ انا مستعده اديها الكليه بتاعتي. للاسف نقل الكلى ما بينفعش للي فوق الستين. مريم احنا لازم دلوقتي نتكلم مع شمس. تيتا بجد الفتره دي مش مستحمله اي تعب، حتى لو اضطرينا ان احنا نشتغل مكانها. والله انا مستعده اسيب مدرستي واشتغل عشان خاطر تيتا تستريح. دي هي اللي ربتنا وكبرتنا ودلوقتي احنا لازم نرد لها الجميل دوت. طيب خلي بس كل حاجه تمشي دلوقتي طبيعيه. انا مش عايزاكي تعرفي تيتا ان احنا عرفنا حاجه. ها تعيش تقولي لها بقى وترجعي تقولي ما حدش قال لي. مش هقول يا سلمى، مش هقول. حبيبتي يا تيتا ادخل. اهلا سلمى. شمس انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ قولي. انت طبعا عارفه ان تيتا خدمت في البيت هنا طول عمرها، واعتقد يعني انها ما قصرتش معاكوا في حاجه. انت كمان ما قصرتيش، وكفايه ان انت مستضيفانا معاكي هنا. سلمى عشان خاطري يا حبيبتي انا مرهقه قوي النهارده، قولي لي في ايه على طول. شمس تيتا عندها فشل كلوي وده ادى لمضاعفات كتير في القلب. هي بتروح للدكتور بقالها فترة طويلة، بس احنا ما كناش نعرف. انا ومريم عرفنا بالصدفة. ازاي؟ انت متأكدة؟ وليه ما قالتش؟ واضح انها خايفة ان ده يأثر على شغلها هنا في الفيلا. انت عارفة يعني انه ده مصدر دخلنا الوحيد. لا لا اكيد مش خايفة على شغلها هنا ولا عشان ده مصدر دخلها. لا صباح كده، صباح بتحب الشغل، بتحب تعمل كل حاجه بايديها، هو ده اللي بيبسطها. بالظبط كده. ما هي المشكله لو مشكله فلوس، انا ويحيى ممكن نشتغل ونجيب مصاريفنا،
بس المشكلة بجد احنا ازاي ممكن نقولها من غير ما نجرحها؟ شمس تيتا فعلا محتاجة تستريح. أكيد أكيد أكيد. أنا لازم أنا اللي أكلمها. بصي أنا هعرف أكلمها وأجيبها لها بطريقة كده من غير ما أضايقها خالص. أكيد. ازاي ما تقولش؟ ازاي؟ وأني دكتور اللي بتروح؟ تعرفيش؟ ما نعرفش حاجة، احنا شفنا التحاليل بالصدفة. وقولي لها إن كده ما ينفعش، ولولا إننا مراعيين العشرة والجيرة كنا بلغنا البوليس. أيوة يا أستاذ صباح، أهلا أهلا. لا خير إن شاء الله. إزيك وإزاي البنات؟ الحمد لله الحمد لله. هو إحنا زعلناكي بحاجة؟ شفتي مننا حاجة وحشة قبل كده؟ طب ليه يحيى يعمل كده؟ يجي يتخانق مع الأستاذ ربيع وما يعملش حساب السن؟ إيه؟ مش ممكن. ازاي كده؟ ده الاستاذ ربيع ده في مقام والده الله يرحمه. طبعا انا هيكون لي كلام معايا، بس وحياتك اتاسفي للاستاذ ربيع، وانا هخلي يحيى يكلمه يتاسف له ونروح لحد عنده لو كان ده يرضيه. الله يخليك. سلام يا استاذ صباح. سلام. ها قالت لك ايه؟ متضايقه قوي، بتعتذر وبتقول هتخلي الواد يجي لحد هنا يعتذر لك. اما نشوف. ايوه يحيى انت فين؟ تعال حالا. ايه اسم ايه يا ابني؟ ليه ومالك انت ومال رمضان؟ طيب انا هتصرف. يا دي الغلب يا شمس. سلمى تعالوا. في ايه؟ تعالوا شوفوا المصيبه اللي انا فيها. الواد ده مش هيجيبها لبره ابدا. دايما ايه اللي حصل؟ اخوكم ممسوك في القسم. ممسوك ليه؟ بيقول انه راح هو ورمضان يجيبوا عربيه الكبده اللي البلديه خدتها، قاموا قبضوا عليهم. يعني ايه هي بلطجه؟ اي حد يروح القسم يروح قابضين عليه من غير سبب؟ انا هقوم اروح له. تروحي له فين بس؟ ممكن تهدي؟ ازاي هتروحي القسم في وقت زي ده وهتعملي ايه انت؟ انا هكلم ممكن احسان هو اللي يروح له احسن. وانا يا بنتي ههدى ولا ارتاح طول ما هو موجود هناك؟ يا تيتا شمس عندها حق، ملوش لزوم نروح له دلوقتي، وبعدين يعني الوقت متأخر. ألو مساء الخير يا أنكي الأحسان. معلش أنا دايما دوشاك. أنا آسفة بس أصل يحيى حفيد ماما صباح اتقبض عليه في الاسم. اسم إيه؟ اسم شبرا. اسم شبرا. لو سمحت ممكن حضرتك تروح له ضروري؟ أيوه تروح له وتطمني من هناك تكلمني. أرجوك يا أنكل أحسان ميرسي قوي. ممكن تهدي بقى وترتاحي، هو رايح له وهيطمنا. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب، يا رب جيب العواقب سليمة، أنا مش ناقصة. والله العظيم يا عم رمضان، والله والله هنطلع. والنبي ما تكذب نفسك عشان أنت زعلك يا زعلان. أمنا هي الدنيا كده. رح في دايرة الرحلة تروق بنا تحلى. أنا بحب أستاذ محمد منير أوي. في دايرة الرحلة تروق بنا تخلى. يا حبيب عمري وفي صحبتي وجبري عيون مرة تزعت خطاوي مرة تعاند حنين جوانا يحكي وسكوت جوانا يبكي والدمع سقيت جد. في دايرة الرحلة تروق بنا تخلى. يا حبيب عمري وصحبتي وجمالي عيون مرة تبعد خطاوي مرة تعاني. يلا يا حبيبي انت قوم معايا. ايه يا عم في ايه؟ قوم معايا يا اخويا انت وهو كده. يا عم كل شوية حد يجي علينا يفضل يطخ وينطر فينا فيه. قوم معايا خلص يخلص. ما خلص الاغنية طيب. قوم معايا انت وهو. تاخدونا في رحلة؟ يلا يا اخويا. يا عم بس هو عايزك بدل ما يلا العظيم يلا يا اخويا انت وهو. يلا يا عم ما تزقش. ثانية واحدة هعمل حاجة واقف. يلا
ده سلم وده شخص هيطلع السلم. يلا اخويا قوم معايا. يلا اخويا يلا. اشكرك يا فندم على حسن تقديرك للموقف اللي حصل ده. الشكر على واجب يا حسام بيه. مساله بسيطه جدا، اعتبر كان ما حصلش حاجه ابدا. ما حصلش حاجه ايه بس يا باشا؟ والعربيه اللي راحت دي يا ابني احمد ربنا انك مش هتبات هنا وهتبات في بيتكم. الله. وخلي بالك الامين سيد كله مشاكل ومشاكله كتير. احنا مش زي بعض، احنا مش ملايكه يا حسام بيه، كل شغلانه فيها وفيها. وبعدين نروح العربيه مش هتطير يا باشا. انا عليا التزامات واقساط وهم ما يتلم، ولو وقفت شغل يوم واحد الدنيا هتتكربس فوق دماغي. وبعدين حسام بيه اظن انا عملت اللي قدرت عليه، عملت لهم اخلاء سبيل، فهموا ان موضوع العربيه ده انا ماليش علاقه بيه. اهدى شويه يا اخي رمضان، واصبر لك يومين ثلاثه لغايه ما المساله تعدي، وبوعدك انا بنفسي حاجه اسالك على العربيه. وبعدين ما تنساش يا اخي انا كنت جاي عشان اخد يحيى بس، لكن ذوقيا طلبت من حضره الضابط اخلاء سبيلكم انتوا الثلاثه، وهو مشكور تجاوب معانا. ينفع؟ طب والله العظيم يا عم رمضان انا ما عملت اي حاجه. مؤاخذه يا دكتوره، بقول لك ثواني يا جدعان. دكتوره ايه؟ ثواني يا عم، عايز اقول للدكتوره حاجه. بقول لك ما معكش سجارة عيقة؟ خد 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 اسكت اسكت. رمضان ايه؟ تعبناك معانا. ولا تعب ولا حاجه يا ابني. ربنا يخليك لي يا استاذ اسلام. انت كمان احسان. احسان يا يحيى احسان. ربنا يخليك ميزان حسناتك. طب يا فندم انا هضطر استاذن دلوقتي، ومره ثانيه بشكر حضرتك على تقديرك للموقف. العفو يا حسام بيه، شرفتنا. مع الف سلامه. شكرا جزيلا. خدوا حاجتكم، خد حاجتك انت وهو. يلا حاضر. خد لا لا مش دم. يلا بسرعه. ده موبايله وده موبايلك. خد يلا دم بسرعه. هات ده. خد يلا 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 على بعض. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا رمضان. خد يا رمضان. يا باشا نصيحه لك، حل مشاكلك بشكل ودي مع الامين سيد. حاضر يا باشا. حكم اتفضل. الحكم الاول اتفضل. لا مؤاخذه يا باشا. نعم. تاني موبايل حضرتك. يلا افهم بس، انت قلقانه على ايه دلوقتي؟ مش اونكل احسان اتكلم وطمنك ان هو خرج من القسم وان هو في الطريق؟ طول عمري قلقانه على الواد، قلبي دايما واكلني عليه. طب واحنا يا تيتا؟ يا اختي يا ريت امكم كانت جابتكم كلكم بنات، انا عمري ما قلقت عليكي ولا على سلمى. طيب بما اننا بقى اطمن على يحيى الحمد لله، ممكن كمان نطمن عليكي؟ تطمني عليا في ايه يا شمس؟ يعني احوالك مش عجباني اليومين دول، في حاجه؟ انا عايزه اخدك نروح للدكتور، ممكن؟ ليه؟ دكتور ليه؟ انا كويسه مفيش حاجه. يا تيتا يا حبيبتي، جسم البني ادم ده زي اي حاجه في الدنيا، بيحتاج صيانه من وقت للتاني مش اكتر. وبعدين انت بسم الله ما شاء الله تشتغلي باستمرار، يعني مش هيجرى حاجه كده لما تستريحي لك يومين كده. يا مريم مش انا يا تيتا، دي سلمى. هو احنا مش مهم عرفنا منين دلوقتي، المهم ان احنا نطمن عليكي وان انتي تستريحي. انا ارتاح لما اشوفكم مرتاحين يا شمس. انا رغم سني ده اللي بيخليني اقف على رجليا كل يوم واعمل شغلي مظبوط، احساسي ان في حد محتاج لي، ان في حاجه بصحى لها كل يوم الصبح. انا لو ريحت يوم اكيد هموت. بعد الشهر يا تيتا ايه انتي بتقولي؟ انا هو يا تيتا ده انا كنت اموت عشان خاطري ما تقوليش كده تاني. يا حبيبتي احنا مش بنقولك تبطلي شغل، احنا بنقولك بس خفي المجهود شويه واحنا هنساعدك. متهيألي يحيى جه. يحيى ممكن تطمني بقى وتر. يحيى على مهلك بس. وعليكم. وعليكم السلام. وعليكم وعليكم السلام. يحيى تعرف يا واد انت لو قلقتني عليك بالشكل ده تاني انا هعمل فيك ايه؟ يا يحيى انا لما بقول لك خلي بالك على نفسك مش عشان خاطرك، لكن عشان اخواتك البنات. مالهمش غيرك يا يحيى، مالهمش غيرك يا حبيبي، مالهمش غيرك يا يحيى. ما تقلقنيش عليك كده يا ابني. انت
كويس؟ عملوا فيك حاجة؟ لا خالص. طب الحق قفايا يا حاج. ايه يا حبيبي؟ لا. ليه كده يا ابني؟ ليه؟ والله لو ما بطلت عياط هروح ابات هناك. لا. طب خلاص. اخص عليك، أنا ما صدقت لقيتك. وحشتوني قوي. يا رب تبقى راضيين عني. انا كويسه مش كويسه؟ بس اللي كويس ان صباح قاعده معايا هي وولادها، ده مريحني قوي. مالين عليا البيت. أنا زعلانة يا بابا، ليه ما قلتليش على أنكل حسين؟ دول ناس طيبين قوي كويسين. أنا مبسوطة إن ليا قرايب، ليا أهل. وحشتني، وحشتني قوي يا بابا، وحشتني. هاي فريدة، ازيك؟ طب الحمد لله. فريدة أنا محتاجة أشوفك ضروري، محتاجة أتكلم. جوايا حاجات كتيرة قوي متلخبطة. أنت مسافرة؟ ليه يا فريدة؟ أوكي أوكي. لا أنا كويسة. خلاص هستناكي لما ترجعي. لا ما تقلقيش أنا كويسة. اوكي ترجع بالسلامة. باي باي. لا انا مش كويسة. وكان الحب بينا كبير صغر لما ابتدينا نغير. يا ولا لسه بدري قوي على الهجر والخصام اللي انت فيه ده. لا ما بقاش في داعي لا الهجر ولا الخصام، خلصت. لا شكلك كده كنت مستعجل. ما تشغلش بالك، انا اصلا مش عارف انا عايز ايه. الله، ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ الظاهر كده ان شمسي لسه بتحب طريقها وطريقها لسه بحبها برضه. معقول؟ لا عشان شفتهم مع بعض يعني. ده ايه الفراسه دي؟ ما انت عرفت ان انا بحبها من غير ما اقول لك ولا كلمه. اصدقك على طريقها عشان انتوا رجاله وتفهموا بعض، لكن شمس لا طبعا. اشمعنى؟ عشان مفيش راجل في الدنيا دي فهم واحده ست لحد دلوقتي، واسالني انا 80 سنه متجوز ما فهمتهاش خالص. يا نهارك اسوح كده برضه حسين. 80؟ 80. شمس طب ما ترد عليه. رد بقى. ايوه شمس. صباح الخير يا هشام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ لا الحمد لله انا كويسه. انا بكلمك عشان اشكرك على امبارح، انا تعبتك قوي معايا. لا لا شكرا على وجهي، مفيش حاجه. الله يخليك. قولي، هو انت فاضي؟
طب بص بقى انت اللي جبته لنفسك، قلت لي لما احتاج حاجه اكلمك، وانا بصراحه محتاجه اتكلم. مخنوقه شويه، مخنوقه. لو فاضي ممكن اعدي عليك ونروح نقعد في حته، او حتى نمشي بالعربيه شويه ممكن. طب انا في البيت، ممكن تعدي عليا تحت البيت وانزلك. ميرسي يا شام. اوكي ماشي يا شمس. اوكي يلا، باي باي. باي. ليه تشغل بالك؟ مين يرحمها؟ ليه تشغل بالك؟ مين يرحمها؟ رواق رواق رواق. امال ورايا ايه؟ معايا 86 سنة ومش فاهمين بعض. الله، مش برضه مفيش فايدة. انا هسيبكم تنقروا بعض بقى وامشي انا. يا عم ولا تزعل نفسك. سلم لنا عليه. يوصل. ربنا يوفقك يلا. ربنا يكرمك يا رب. يا رب. فكيها بقى يا شمس، ان شاء الله هتكسبي قضيه باباكي يا رب، وصباح كمان هتبقى 100 100. ما هو انت لو ما فكيتهاش هاخدك واروح. بص عليك يا هشام، ده انا مبسوطه قوي في المنيل ده. انا اصلا بحب اجي المكان ده كتير عشان اقعد فيه مع نفسي، ما بحبش الاماكن المقفوله خالص. عندك فوبيا من الاماكن المقفوله؟ لا بجد، انا في حاجتين بكرههم في حياتي، الحيطة والسور. السور؟ اشمعنى؟ مش عارف، أنا ساعات بستغرب كمان من الناس اللي بتعيش جوه كومباوند. تحس كده إنها مدينة جوه مدينة، مدينة حواليها سور، وقد كده خانقة، عاملة زي السجن. السجن إيه؟ السور ده بيدي إحساس بالأمان. إحساس الأمان ده كان زمان، الثورة بقى أثبتت لك عكس كده خالص. فاكرة اليوم اللي سووا فيه المساجين؟ أكتر الناس كانت حاسة بالأمان الناس اللي عايشين في مناطق شعبيه وسط ناس كتير. الناس اللي بتحس بالامان يا شمس، مش السور. الناس اللي بتحسس بالامان ده اكيد. هو انت مدرس فلسفه ولا مدرس فرنساوي؟ يعني مدرس فلسفه وساعات مدرس فرنساوي، لغايه ما يلاقوا ان شاء الله مدرس فرنساوي. ان شاء الله. عارف انا مره قريت جمله عجبتني قوي لبرنارد شو، بتقول ان السعاده زي القمح، ما ينفعش ان حد يستهلكه غير اللي بينتجه. بس انت عارفه بقى انك بتعملي كده؟ بيهتمي بكل الناس اللي حواليكي، زي صباح وفوزي، دول بيدوك سعاده. انا كنت فاكره كده، بس الحقيقه ان انا مش عارفه كنت سعيده. مش عارفه الغلط فين. مفيش غلط. ممكن يكون احساسك ان والدتك توفت بدري وسابتك لوحدك، ده بيخليكي خايفة من بكرة دايما. وخوفي في محل الموت، المرض. أنا بخاف قوي قوي لصباح أفقدها. والحب يا شمس، فين الحب في حياتك؟ يعني قصدك إيه؟ قصدي مثلا جوزك. طليقي، طليقي يا شيم. الحقيقة أنا وعماد اتجوزنا عن قصة حب، قصة حب كبيرة كمان. بس الحالة اللي عندي خلت العلاقة الزوجية تبوظ خالص. بصراحة كان غلط جدا إن احنا نقعد مع مامته في البيت. فعلا كان غلط جدا. شمس، أنت متأكدة فعلا إنك ما بتحبوش؟ طبعا متأكدة. أصل يعني علاقتكم كده غريبة، لسه في خيوط ما اتقطعتش ما بينكم، يعني لو عايز تقطعي العلاقة كنت قطعتيها من جذورها من زمان. حاسس إن عقلك الباطن لسه بيلعبك. خالص، أنا ساعات بصحى من النوم بقول هو ليه لسه عماد في حياتي؟ بنزعج. بس هو طبعًا يعني بيحاول دايمًا يسأل ويقرب، بس أنا مستحيل. هو كان موجود يوم وفات بابا الله يرحمه. طبعا انا ما كنتش عارفه اتصرف، ما عرفتش اتصرف. يمكن فعلا ما عرفتيش تتصرفي. يمكن. يعني ايه يمكن؟ يعني هو انت مش مصدقني ولا ايه؟ لا مصدقك، بس انت يعني انت ناسي حاجه مهمه قوي. انت عارفه طبعا ان انا كان عندي قصاص قهري، صح؟ ايوه. وعارفه ان انا درست علم نفس عشان اعالج نفسي. ايوه.
وطبعا عارفه ان انت بتقولي دلوقتي ده اي كلام. اي كلام؟ ايه لا اي كلام؟ ايوه ده؟ اي كلام. ليه هقول لك اي كلام؟ الله ليه يعني؟ ما فيش حاجه تستاهل اقول لك اي كلام، انت غريب جدا والله. على فكره انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان جوه كل بني ادم صندوق اسود، حتى البني ادم نفسه يخاف يفتحه. بس ده كل اللي عندي. على فكره انا نادرا جدا لما بعرف اتكلم مع حد وارتاح. وانا نادرا جدا لما باجي مكان ده مع حد اصلا. بجد؟ لا مش بجد. انا اصلا عمري ما جيت المكان ده مع حد من اساسه. لكن جيتوا اصلا يعني؟ اه باجي بس لوحدي. لما تحب تقعد مع هشام. مع شمس؟ النهارده مع شمس. ميرسي على اهتمامك يا هشام. Avec plaisir, madame. Merci, monsieur. احنا نسينا حاجة مهمة جدا. ايه نسينا ايه؟ احنا لازم نشرب المانجا قبل تحمد. تحمد؟ Thank you. Cheers.